كل حاجة في الكون، المكان اللي تخلقت فيه ما كانش عشوائي، بل كل حاجة محطوطة بدقة، ولا تحركات مليمتر واحد تقدر تريب منظومة كاملة. الأقمار، الكواكب، النجوم، الأنظمة الشمسية، المجرات، كلها محسوبة فين محطوطة، والإحداثيات فين كاينة، كاين سبب علاش كاينة تما. هادشي فهمه الإنسان مزيان ملي درس البنية ديال الكون، ودرس أكثر حاجة كتهمه في الحياة ديالو، كوكب الأرض. النظام الشمسي ديالنا كيتكون من الشمس وثمان كواكب. الملحوظ في هذه الكواكب ان الاربعه الاولى اللي قراب للشمس كلها كواكب صخريه، والمعنى ديال كواكب صخريه هي كواكب فيها السطح، يعني الا تحطيتي فوق احد هذه الكواكب غتنزل رجلك على السطح. وهذه الكواكب اللي هي صخريه: عطارد، الزهره، الارض، والمريخ. بينما الاربع كواكب الاخرى كلها كواكب غازيه. وما معنى كواكب غازيه؟ يعني الا ترميتي فيها ما عمر رجلك توقف على شي سطح، غادي تبقى نازل في الخوا عبر الغازات. وهذه الكواكب هي المشتري، زحل، أورانوس، نبتيون. والأربع الكواكب الغازية الأخيرة: المشتري، زحل، أورانوس، نبتيون، هما اللي كيتصدروا الترتيب في الحجم. عاد كتجي الأحجام ديال الكواكب الصخرية اللي هي عطارد، الزهرة، الأرض، والمريخ. وأكبر الكواكب الصخرية هي الأرض. الملاحظ أيضا أن كوكب الأرض اللي هو الثالث في المجموعة الشمسية كيتوسط جوج ديال الكواكب الصخرية، الزهرة والمريخ، واللي هو كبير عليهم بجوج. فاحنا كالعادة ديالنا في هذه الفيديوهات باش تفهم النعمة اللي كتعيش فيها خاصك تفكر بشكل معكوس، لأنك إلا فكرتي بالشكل الحالي العادي ما غاديش توصلك الرهبة أو الطعم ديال الاختلاف اللي غتكون عليه كون كنتي في نظام آخر. فلهذا احنا غنفكروا كيفاش غادي يكون الشكل ديال الأرض إلا توسطات جوج ديال الكواكب غازية. ملي كنقول كواكب غازية يعني غيكونوا كواكب عملاقة بزاف اكثر من الارض، لانه كما سلف الذكر ان الارض كبيرة على المريخ وكبيرة على الزهرة. ولهذا في هذا الفيديو غناخذ جوج ديال الامثله. المثال الاول: كوكب المشتري، جوبيتر. المشتري اكبر الكواكب المجموعه الشمسيه، كيتلقب بعملاق المجموعه، كوكب غازي كما سلف الذكر. وفي الفيديو اللي فات لك ان تتخيل الرعب اللي صورته لك الا قفزتي داخل المشتري. كوكب المشتري من عظام الكبر ديالو فهو كيساوي 1300 نسخه من الارض. وغير العاصفه الشهيره اللي مشهور بها المشتري كافيه انها تحتوي كوكب الارض على قدو. الحجم اللي كبير عليه كوكب المشتري كيخلينا نميزوه بسهوله في السماء ديالنا فاش كيبان نقطه بيضاء ساطعة في السماء ديالنا. الحكمة من وجود المشتري في المجموعة الشمسية ديالنا هو انه بفعل الجاذبية ديالو الهائلة كيحمينا من الاف الكواكبات المتجهة نحو الارض سنويا، بحيث كيعوج ليها المسار ديالها. وكون المشتري ما كانش في المجموعة الشمسية او كون كان اصغر منها كحجما فاضعف جاذبية، كانت الاف الكواكبات غتصطدم بالارض في كل سنة. ولكن هو حاليا في البعد المناسب باش يفيد الارض وفي نفس الوقت ما يضرهاش. وبهذا نبداو السيميلاسيون ديالنا. نحيدو الزهرة ونحطو المشتري. اول حاجة ما غنمتلكش بالهلاك ديالك، لانه ما تعطيكش فرصه باش تعرف شنو غيطرى. المشتري ما كان زهره في الليله الاولى، غيبان لك المشتري بوضوح كبير واكبر قليلا من القمر نسبه للمسافه والحجم. المشتري القضيه ماشي مجرد رؤيه، التاثير ديال المشتري بهذا القرب وبهذا الماس اللي عنده غياثر كثير على الحياه ديالك. والسبب ان كوكب المشتري عنده مجال مغناطيسي قوي بزاف، والحقل المغناطيسي ديال كوكب المشتري هو اكبر جسم في النظام الشمسي كامل. ما كنقصدش انه اكبر مجال مغناطيسي في النظام الشمسي، لا، هو اكبر جسم على العموم في النظام الشمسي. ولك ان تتخيل انه اقوى ب 18000 مره من قوه الارض. اذا المشتري بهذا القرب وبهذا المجال المغناطيسي ديالو اللي هو هائل، غيدمر درع ديال كوكب الارض، والجسيمات ديالو غادي تخترق الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي ديال الارض. محطه الفضاء الدوليه ISS في ذمه الله، هذه لا نقاش فيها مع الدخله. وبدون مجال مغناطيسي للارض او مدمر على الاقل، غتعاني من الاشعاع الشديد، تدمر الخلايا الداخليه ديالك، الكريات الحمراء، بسبب السرطان. واكثر حاجه مرعبه هي انه الدي ان اي ديالك غيتدمر بالكامل، لانه الدي ان اي ديالك محمي من المجال المغناطيسي ديال الارض. مجال الرؤيه غيولي ضبابي، الارتعاشات، الاهتزاز بدون سبب، غيبوبات بالجمله، كل هذا بسبب المجال المغناطيسي الهائل للمشتري، وحش المجموعه الشمسيه. فاش المشتري غيكون مكان الزهره، مع اللحظه اللي غيكون فيها غادي تبدا الارض تنجذب ليه. يعني هادشي اللي عاودت لك ديال دمار المجال المغناطيسي هو كيطرى والارض كتقترب من المشتري. مع مرور الوقت غتبدا المسافه تقل حتى تولي 2 مليون كيلومتر ما بيننا وما بين جوبيتر، حتى غيولي كيبان اكبر من القمر 8 ديال المرات. الشيء اللي غيخلي المشتري يقوم بتسخين المد والجزر بالكوكب كامل. هادشي غيخلينا بحال اللي كنعيشوا على فوهه بركان. مع مرور الوقت غتولي الارض حفره من الجحيم، زلازل عنيفه، انفجارات بركانيه مستمره، وهاد البراكين غتقذف غازات ثاني اكسيد الكبريت بشكل مهول الى الفضاء. كل ما قربنا من المشتري كل ما كتزيد قوه الجذب بسرعه، يعني كنوليو نقتربوا بسرعه
بسرعة أكبر حتى غيولي كيشد 40% من المساحة ديال السماء، والنهاية محسومة منذ البداية. كوكب الأرض غيصطدم بعنف مع وحش المجموعة الشمسية، وقبل الاصطدام غادي يحرق ليه الغلاف الجوي بالكامل، وهذا الاصطدام غادي يحرق أي حاجة كتعرفها فوق كوكب الأرض بدون استثناء، بما في ذلك الهواء تاهو، قبل اندماج الأرض مع العملاق الغازي إلى الأبد. يمكن البعض غيفكر ان هادشي غيطرى بهاد التراجيديا غير حيتاش المشتري كبير بزاف وهائل وضخم ووحش وعملاق. نحيدو المشتري، ناخدو اي كوكب غازي اخر في المجموعة الشمسية، ناخدو مثلا اورانوس. كيوقع اورانوس في مؤخرة النظام الشمسي من بعد زحل مباشرة، كوكب هادئ ما عندوش صداع مع حتى شي واحد، كيبعد على الارض حاليا ب 3 مليار كيلومتر. الا خدينا اورانوس وحطيناه بلاصة الزهرة او المريخ، على عكس المشتري اللي كنا غنصطادمو معاه في غضون 30 يوم، فانه العلماء كيقولوا ان اورانوس الا كان بنفس البعد اللي درنا في المثال الاول غنصطادمو به على بعد 13 سنة. على الاقل عندنا الوقت باش نفكروا اشنو نديروا الا لقينا بيان سيغ شنو غنديروا. اول حاجة اورانوس في مدار الزهرة غاولي كيدور على الشمس بسرعة 1000 كيلومتر في الثانية، بحيث انه حاليا في المدار ديالو كيدور ببطء شديد، وهذا اول تغيير اللي غيكون عليه ايفاكت علينا. ربما غادي يعجبك المنظر ديال اورانوس في السماء لانه كوكب ساحر بصراحه، غير هو هذه الحاجه الوحيده اللي زوينه في هذه القصه. وتماما كما جوبيتر اورانوس غيكون بعيد واحد المسافه، ولكن غيبقى يزيد ويكبر لينا في السماء لان الجاذبيه ديالو غتجرنا، فالارض غتولي تقرب منه. طبيعة الحال غتقرب منه وانت كتسنى هلاك البشريه. كتله اورانوس هي اكبر ب 15 مره من كتله الارض، وهذا كيعني ان ليدر جوبيتر غيديروا اورانوس واخا يكون اقل حده، ولكن بالنسبه لينا راه بحال بحال. البراكينات فقدت السيطره، الزلازل غتكون عنيفه كما قلت لك، ماشي بالعنف اللي غيصبوا جوبيتر، ولكن راه عنف بالنسبه لينا، لانه الارض على مدار التاريخ ديالها ما عمرها غتشهد زلازل بهذا العنف. احد الاختلافات على المشتري اللي غيدير اورانوس هي انه واحد الرائحه كريهه غادي تعم الارض، وهذه الرائحه كافيه انها تسبب لك اغماءات، لان رائحة اورانوس اللي كتخرج من الغلاف الجوي اشبه ما يمكن بخروج الريح ديال الانسان، لان غلافه الجوي كيتكون من كبريتيد الهيدروجين، ومع امتزاجه بزاف ديال الغازات الاخرى كتخرج رائحه اللي قلت لك، وكتخرج كريهه بزاف ممزوجه برائحه البيض الفاسد تقريبا. تخيل انه في كوكب الارض فيما خرجتي كتشم رائحه واحده هي رائحه خروج الريح ديال الانسان، هذا هو الحال اللي غتكون عليه الارض الا كانت قريبه من اورانوس وكتجر ليه. وكما المشتري الارض ملي تقرب لاورانوس الغلاف الجوي غيتحرق بالكامل. القضيه ماشي قضيه غير حيتاش المشتري كبير او الجاذبيه ديالو هائله، القضيه هي مبدأ كوكب صخري حداه كوكب غازي بكتلة عملاقة وجاذبية هائلة، وبنفس مصير الأرض مع المشتري غتشعل الحرارة في أي حاجة في كوكب الأرض، تدمير الغلاف الجوي، والنهاية بوم الاصطدام مع أورانوس، واللب ديال كوكب الأرض غيتحول القمر من أقمار أورانوس اللي غيولي يدور عليه. قبل ما نسدو الملف ديال أورانوس واحد المعلومة عابرة، أورانوس فايت طرات ليه هاد القضية اصطدم به كوكب ديز، ويرجح أنه هو السبب علاش أورانوس تقلب، لأنه في المدار على الشمس في أي مجموعة شمسية بسبب الجاذبية الهائلة ديال النجم، الفورما اللي شدتها هي الفورما اللي غتدور بها على الشمس، بحال إلا كتبلوكا، بحال اللي وقع على الأرض أنها كدور مائلة في المحور ديالها على الشمس، لأنه فاش مالت تبلوكات مع الجاذبية ديال الشمس، فهي كدور عليها إلى الأبد وهي مائلة. نفس الشيء أورانوس فاش اصطدم به الكوكب وقلبه فهو كيدور على الشمس وهو متكي إلى الأبد. بالنهاية اللي خاصك تفهم، الكون غير عشوائي أو شي حاجة اللي محطوطة غير ديكور، كواكب، نجوم، مجرات، كل حاجة والدور ديالها والأهداف ديالها، البلاصة اللي كتعيش فيها في الأرض بلاصة آمنة على الأقل حاليا، وهذا يعود لبزاف العوامل، منها بنية الكون في الأول كيفاش كانت دقيقة باش جميع الكائنات تعيش بسلام، ماشي غير كائنات كوكب الأرض، كائنات الكون بأكمله.